بسم الله الرحمن الرحيم. القصة التي ستسمعونها ستعجبكم لا محالة، وهي لشاب في ريعان شبابه اسمه تاكيو أوساهير. تاكيو أوساهير وهو من طبقة معروفة في اليابان تسمى بالساموراي. الساموراي تعني باللغة اليابانية الذي يضع نفسه في الخدمة، ومعروف عليهم الولاء المطلق للمعلم والانضباط والسلوك المحترم والأخلاق، طبعا إلا بعض الحالات الشاذة كما تعلمون، لكل قاعدة شذوذ أو حالة خاصة. هاد الشاب الياباني تاكيو أوساهير كان هاز الهم ديال الأمة ديالو، وأمثاله قليلون في هذا الزمان، للأغلبية الشعار ديالو أنا وحدي والطوفان بعدي. تاكيو أوساهير رأى، يعني شاف أن الأمة ديالو كانت في ازدهار وحالة جيدة، حتى تحولوا لحالة رديئة، بؤس وشقاء، يعني الحضيض. يعتمدون على أوروبا في الكثير من الأشياء، ولا سيما الصناعة. تاكيو أوساهير سافر من اليابان إلى ألمانيا ضمن بعثة يابانية، وكان الغرض هو نيل الدكتوراة في الهندسة الميكانيكية. هذه البعثات اليابانية إلى الغرب كانت ما بين 1853 و 1945، وأشهرها بعثة إيواكورا، اللي هي جولة حول العالم للبحث عن مستقبل نهضة اليابان، حيث في عام 1871 كانت قد بدأت للتو نهضة ميجي وبناء الدولة الحديثة. وقام قادة الحكومة الجديدة وموظفوها والطلاب اليابانيون الدارسون في الخارج بعبور البحار، ساعين وراء الحصول على المخططات الهندسية لبناء الدولة الحديثة. وشارك في رحلة بعثة إيواكورا أكثر من 100 شخص. قلنا تاكيو أوساهير سافر من اليابان إلى ألمانيا، والغرض هو نيل الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية. الأساتذة الألمان كيعطوا الكتب راجعة، يعني التلقين، لكن تاكيو أوساهير كان يريد أيضا ما هو تطبيقي وعملي، يعني الممارسة الميدانية، ولا يكفيه ما هو نظري فقط. وهذا الشاب كان مهووس، يعني معجب بالمحركات آنذاك، وبالثورة التي أحدثتها المحركات في أوروبا ذلك الوقت. وهو في ألمانيا يسمع بواحد المعرض إيطالي خاص بالمحركات سافر ليه في الحين، وعجبوا المعرض والمحتوى، وكان عنده شي مبلغ، المبلغ ديال الشهر ديالو اللي غادي يشري به ما يحتاج إليه، شرى به واحد المحرك وخداه معاه للدار ديالو، وهو فرح وسعيد. وهناك عمل على تفكيكه قطعة تلو الأخرى، وهو كيفكك هذا المحرك كياخذ القطعة وكيعلمها، يعلم لي المكان ديالها حتى يسهل عليه إعادة التجميع مرة أخرى. وفعلا نجح في التفكيك وفي إعادة تجميع هذا المحرك، وكانت فرحته كبيرة بهذا العمل اللي قام به. ورجع عند الأستاذ ديالو، كان واحد الأستاذ ياباني ضمن البعثة ديالو، رجع وحكى لي على هذا المحرك وأنه فككه وأعاد تركيبه بسهولة. هنا الأستاذ ديالو بغى يتأكد من صدق كلامه، قال له عنده واحد المحرك، الأستاذ الياباني قال لي راه عندي واحد المحرك فيه شي عطل، يعني ألقي نظرة عليه ربما تستطيع أن تصلحه. فعلا تاكيو أوساهير خذ المحرك من عند الأستاذ ديالو، وقام بتفكيكه بعناية فائقة، وعلم كل قطعة بمكانها، يعني عملية الترميز، وعرف أن فيه قطعة يجب إصلاحها وأحد التروس مكسر. قطعة يجب إصلاحها وأحد التروس مكسر. ونجح تاكيو أوساهير أن في إصلاح المحرك بسهولة وتفاني. الأستاذ ديالو الياباني فرح وصر بهذا العمل، ونصحه باش يقضي واحد المدة في معامل سهر المعادن. قال لي سير دوز واحد المدة، قضي واحد المدة في معامل سهر المعادن، يعني قال لي لا بد تدوز واحد المدة في معامل تدويب الحديد والنحاس والألومنيوم وما شابه. وهذا الساموراي رغم أنه يعكف على نيل الدكتوراه في ألمانيا ومشاكل اللغة، قضى 8 سنوات في هذه المعامل وكعامل مساعد، ويتقلق التعليمات والإهانات ويكدح طول النهار، وارتاد ديك البدلة الزرقاء والصبر، وكل هذا من أجل بلاده اليابان وليس من أجل المال أو الجاه، فقد ترك كل ذلك خلفه وجاء خصيصا لمعرفة أسرار المحركات في دولة ألمانيا التي بهرت العالم آنذاك بصناعتها المميزة ذات الجودة. 8 سنوات في معامل تدويب المعادن كانت كافية لمعرفة الكثير عن أسرار المهنة، مهنة التعدين، كما كنقولوا المثل المغربي اللي كيقول العسل، اللي بغى العسل يصبر لقريص نحل. هاد تاكيو أوساهير
يقول: كنت أعمل عاملا تحت عامل، يعني كمساعد، وأنه كان يأكل ويشتغل وعامل من أجل التجربة والاستنباط. كل هذا من أجل معرفة أسرار هذا الفن، فن المحركات والهندسة الميكانيكية. يقول: تمر أيام لا يأكل إلا مرة واحدة في اليوم لضيق الوقت أمام كثرة المراجعة والعمل الدؤوب، واسمع به الميكادو. الميكادو هو إمبراطور اليابان وقائد الدولة وعميد العائلة الإمبراطورية. وبعث لي واحد الرسالة، فبعث إليه برسالة مفادها أنه يريد التعرف عليه، ولكن طاكيو أوساهير جاوب الميكادو جاوب واحد جواب: لا تستحق أن تراني حتى أنشئ مصنعا للمحركات في اليابان. يعني قال لي بالدارجة: راه ما يمكنش لي تشوفني حتى يكون عندنا واحد المصنع محلي في اليابان لصنع المحركات. والميكادو أعجب بهذا الشاب، هذا الساموراي اللي هو من علية القوم. كمل مع البعتاق بعد سنوات، ثم عاد كمدرس لهذا العلم اللي هو الهندسة الميكانيكية في جامعة طوكيو العريقة. وكيحكي على نفسه أيامات البعثة، كيقول: رحلت إلى ألمانيا وأنا أحمل معي حلمي الذي لا يفارقني أبدا، كيف أصنع محركا صغيرا. يقول: كان الحلم يملأ عيني وروحي وعقلي وحسي وبصري، كنت أعلم أني إذا تمكنت من صنع هذا المحرك أكون قد تمكنت من معرفة سر قوة الغرب. فيقول بعد النجاح وبعد عودته إلى اليابان، يقول: حملت الغرب إلى قلب اليابان وحملت اليابان إلى قلب الغرب. يقول تاكيو أوساهير أنه خلال بعثته في ألمانيا 8 سنوات كاملة قضاها يعمل ما بين 10 إلى 15 ساعة في اليوم، وبعد الانتهاء من العمل يأخذ نوبة حراسة، وخلال الليل يراجع قواعد كل صناعة. وعلم الميكادو بظروف هذا الشاب البودي الديانة وأنه يحمل هم أمة، فأرسل له 5000 جنيه ذهبية كهدية. هذه الهدية اشترى بها تاكيو أوساهير معدات لصناعة المحركات، وشحنت صوب ناكازاكي اللي هي مدينة تقع على الساحل الجنوبي الغربي لجزيرة كيوشو اليابانية. وحين وصوله قيل له إن الإمبراطور ينتظرك، فيقول لهم هذا الشاب: أنا لا أستحق رؤيته حتى أصنع معملا لصناعة المحركات. وفعلا بعد عودته إلى اليابان وبعد 9 سنوات من العمل الدؤوب، حملت 10 محركات إلى قصر الإمبراطور، وكانت من صنع اليابان الخالصة. ولما شرعت تعمل وتصدر الضجيج والهدير، قال الميكادو مبتسما: هذه أعدب موسيقى سمعتها، أو قال: هذه أعدب موسيقى سمعتها أذناي، صوت محركات يابانية خالصة. هكذا حمل الطالب تاكيو أوساهير اليابان من عالم آسيا المتخلف إلى عالم الغرب المتطور، وأخذ بلاده من مرحلة الانبهار والاندحار إلى مرحلة الابتكار. هذا هو ما كان في هذه القصة، ولعلكم استفدتم منها، ولا تبخلوا علينا في التعليقات أيضا ما استفدتم من هذه القصة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.